günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımda, hakkını helal et. Hakkını helal et, hakkını helal et. عم تدوروا على حدا؟ عم ندور على رضوان كركماز. ايه بس ثانية. سيد كمال. تفضلوا. بشو بقدر ساعدكم؟ صار له فترة طويلة ما عم يجي. ولحتى أكون صادق معك ما حبيت كل رفقاته اللي كانوا يجوا معه. طيب مين هدول الرفقات؟ أنت بتعرف حدا منهم؟ كانوا شلة زعران. بس هو ما كان منهم. بس فجأة تغير كتير عن طبعه الأولان، وبعد فترة فقد السيطرة على حاله. برأيك مين أكتر واحد كان رفيقه؟ ما بعرف. أنا خبرت أمه بكل شيء وقت إجت لهون، بس ما في فايدة أبدا. شكرا كتير. يا أخ استنى شوي. شو بتريد؟ رضوان اتصل فيني، كان تعبان. كيف يعني؟ شو صاير؟ قال بده ياني يساعده. وافقت. وقت اللي شفته كانت عيونه يا دوب مفتوحة. يعني كان مخدر مو هيك؟ أكيد، وعلى الأغلب حبوب أو مادة تانية. وهلأ كمان عم يلعب على رهن، بس لا تقله للمدرب مشان ما يقلعني. عم يلعب على رهن؟ والله راح أجن والله. وبدون كفوف وفيها مصاري. وصاحب اللعبة؟ عنده محل رياضة ورا النادي اسمه ظافر. قال لي في مباراة لرضوان، إذا بدك تراهن لا تخاف، ما رح تخسر. رضوان ما بيخسر وهالشي متأكد منه. أهلين، شو الأخبار؟ وانت قديش ناوي تدفع؟ ايه مشي الحال. يلا سلام، بحكي معك بعدين. اهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن بدنا نفتح مركز جديد لتعليم الملاكمة، فقلنا لحالنا بناخد كل المعدات من نفس المحل. طيب ماشي، تفضل وارتاح. ايه والله. احسن الاسعار رح تلاقوها عنا، وانا هلأ رح اعطيكم اسعار المعدات. الحقيقة بدنا نجهز نادي سري ويكون كتير كبير. شو قصدك نادي سري؟ يعني القصد من كلامي نادي منقدر ننظم فيه كم مباراة مو قانونية، وانت بتعرف الفايدة من ورا هالشغل. بس أنا بعيد كتير عن هذا المجال، وكل شغلي قانوني.
بكل الأحوال هذا رقم تليفوني، بس تفكر أعطينا السعر وخذ راحتك. يلا بخاطرك. أكيد رح تغروا المصاري ويقلنا كل شيء. تعرف أنه شغل الرهانات هاد بكسب كتير منيح؟ يعني إذا اشتغلنا نحن فيه رح نغتني وما نفكر أبداً بالمصاري. مراد أكيد أنت جنيت. أوهو والله ما جنيت، أنا عم أحكي عن جد، فيها مصاري كتير هالشغلة. أصلاً ما بعرف كيف صدقتك، لساته حظك منيح. يعني أنا بصراحة ما بظنك تفرق بين طاولة البوكر والقمار هنيك. كنت تآمر بنص مليون وأحيان كتير حتى بمليون وما كانت تفرق معك، مو هيك؟ ايه صحيح، ايه معك حق. ايه هيك ها؟ هلأ بلشت تتعلم. كيلو إذا بتريدي. تكرمي. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا كمان بدي ساعدك. شكرا. مراد بدي كيلو خبز إذا بتريدي. ألو ثواني بس. شكرا. شو صار بالربطة؟ يعطيكم العافية. شكرا. أهلا شرفت. خمس مية للأخضر. تكرم. ضرب ضرب. قتلو. ضربوا على وشه. أهلا وسهلا. خليك قبضاي. لا تواخذني، ما عرفتك. لا ولا يهمك، أنا مقدر وضعك. على مين راهن؟ أنا أعطيت تعليماتي للشباب وهنن بيقولوا لك. يلا موفق. شكرا. يلا اضربوا أكثر. كيفو المعلم؟ أهلين. كل الأوضاع على كيفك. ديروا بالكم تغلطوا في عالم كتار ومبلغ كبير. لا تخاف، أعطيت الإبرة للشاب، دقيقتين وبتلاقيه بالأراضي. ممتاز. امشي لقلك. مراد مدري شو عاطينه للولد واللي اسمه ظافر كمان باع المباراة. ابنك رضوان مو مبين ويمكن كمان ما يجي ابدا، وهيك رح تحترق الطبخة. استنى مراد. لسه بدي استنى؟ طبعا مشان ابنك. انت شو مفكر اذا شفناه رح يجي معنا دغري؟ انت في قوة بهالدنيا، خليتك تبعد عن القمار يا احمد. لا والله. معناتها معناتها لازم نستنى ومنشوف. شو يا بطل، انت جاهز؟ كلياتنا ضحكنا عليك، بس هي اخر مرة وبتحاسبني بكل مصاري. ماشي، نحن بأمرك يا بطل. مو انت قلت لي بزمانك انه انا صرت اغلى عليك من ابوك؟ مزبوط. معناها اذا هيك لازم توثق فيني. انا كلمتي وحدي بس وما بكذب. خود هي وفرجيني. رح تكون نمر نمر.
لوين؟ حابين بس نقول شي لهالشاب. صفتك شو؟ أبوه. شو جاية أمير؟ أنا اللي رح فوز وما رح خليك أبداً تربح ولا قرش من وراي. في واحد بتعرفه اسمه ظافر باع المباراة. شو في هون؟ ومين هدول يا بطل؟ رضوان. والله ما بعرفهم. ابني روح. بعتوا للولد؟ انتبه على كلامك منيح، دايس على أرضنا وبدك تطلع بالعالي؟ ما عم تستحي من اللي عم تعمله يا قليل الشرف؟ بدي أخده للولد. رضوان حبيبي مشان الله بكفي ابني. رضوان حبيبي. بعد عني تركني تركني. رضوان واقف. رضوان اهدى. رضوان ليش؟ لك شو عملت يا غبي؟ الدكتور قال إنه فيك من الصبح تروح على البيت، يعني الحمد لله تحسنت. خالي ما تقلقي أبداً عليه، صار كتير منيح، عن إذنكم. يعطيك العافية. أحمد وابنه بالمغفر، وهلأ الشرطة جاي تاخد أقوالك لأنه ضربك بالسكين. رحنا نجيب الولد وصارت خناقة صغيرة وهذا كل شي صار. وبعدين يا مراد بدي أقضي كل عمري وأنا خايفة ومرعوبة عليك. بس أنا ما عملت شي يا أمي. بعرف أحمد لقى ابنه
وأنقذ حياته. بس لو أنت صار لك شيء. معافى إن شاء الله. بدي أقوالك إذا بتريد. تفضل. لسه بدك وقت لتسامحني. كنت رح أقتل رفيقك وأنتوا ضحيتوا وكنتوا عم تحموني. رضوان، أنا مستعد أعطيك روحي لأني أبوك. أخي أحمد، فيك تأخذ ابنك على البيت. أنا شفتك مرة من زمان بدكان أبي وأمي كانت عم تستنى، بس أبي وقتها فضل إنه يروح معك وإنت يلي أخدته منه. أنا آسف وبعتذر منك. ولا يهمك، مشي الحال. شو ناوي تعمل هلأ؟ إني توب وإنسى. أبوك بالأربعينات وأنا بعرفه منيح، ونحن ضيعنا عمرنا هيك. عندك أم بتحبك كتير وأخت بتبكي كل يوم مشان يرجع لأخوها. أختك بدها إياك ترجع لها، وهي قالت لنا وين منلاقيك. اشتقت لك. ابني يا روحي يا عمري. يا عمري في شي بدك تقوله؟ ايه في، بس خايف. انا مسامحك من كل قلبي، بس يا اخي بدي انت تسامحني. كنت رح روحك بشربة مي. صدقني انا مسامحك، سامحتك. ما توجعت، عم بمزح، كنت عم امزح. لك يقبشني يقبشني يقبشني. لك لوين هربان؟ تعال عندي، تعال تعال يحرق حريشك. خود هاي مسكتك. بدي كركرو، انا بدي كركرو، بدي كركرو. بين صار عندي ولدين. بس انا اللي صغير. ايه لسه اخوك اصغر منك. هي اكيد سوسو يلي اجت هلا. رأفت. رأفت توجعت؟ لا لا ما توجعت، عم بمزح. اخ وقف هون، وقف. يلا تعال معي. اوبا اوبا. مراد، نحن من مديرية الخدمات الاجتماعية. هاد هو والولد اللي سرقه جوا، مثل ما قلت لكم. أكيد يعني واحد حرامي شو بده يساوي بالولد؟ واحد مثله أكيد اشترى الولد من أبوه. لك أنت شو عم تحكي؟ بصلك لسانك. ها عمو مراد، تعال عندي. شو بوش بينك حبيبي؟ طرقت. طيب البابا وين؟ بالسجن. أنا عم بعتني فيه لأنه هلأ أبوه بالسجن. بس بس الهيئة ما عم تدير بالك عليه منيح. انت شو قصدك؟ يعني معقولة اذيه؟
نحن بناخد أقواله والباقي عليكم. طيب ماشي ماشي. طيب يلا. عمو مراد حبيبي قلي شو بدك تحكي لي؟ خالة ملاك. لا تخاف حبيبي يا روحي. بنفس اليوم اللي قبضته فيه على فريد أنا كنت هنيك وخلى الولد عندي. صدقني ما خطفته يا سيدي، وأنا مستحيل إني أكون أزيته. أنا ما شفت شي، ولو شفت ما كنت واقف قدامي هلا. بس يلي محيرني عن جد، كيف حدا قدر يأمنك على ابنه؟ يا سيدي أنا قلت لك إني تبت، ليش ما عم تفهم علي؟ شو كنت عم تعمل؟ بالمزبلة تبع مبارح حتى انضربت بالسكين؟ يا سيدي مين اللي أساساً خبر عن هي المزبلة؟ مو أنا؟ أنا اللي اتصلت. حلو، يعني لو ما أنت خبرتنا ما كنا عرفنا، فضلت علينا. بعتذر منك يا سيدي، شو بدك يعني ساوي؟ قلي شو بدك بساوي؟ أول شي بتساوي إنك تبعد عن بنتي. يلا اطلع. قلت لك اطلع من هون. يلا إلا يا زلمي، إلا إنك حرامي ومن يومين طلعت من السجن، إلا إنه أعز رفيق عندك مسجون عنا وإنك متزوج ومبارح أكلت ضربة سكين. يلا إلا كل شي. أمي؟ رأفت عبالي حياتي، شو بدي أعمل من دونه؟ رأفت لازم يرجع على بيته يا أمي. مين هاد اللي عم يزمر؟ منار بنت خالتك رح تتجوز اليوم. مبروك. شكرا ست ملك، ان شاء الله بالتوفيق. عقبال عند مراد. انا رايح، تاخرت.
الله يكون معك. سلام. جوليا، اعطيني لإلي. أنا كمان. وأنا بسرعة. أنا كمان. لإلي لإلي عمو. أمي أنت شو يلي موقفك هيك؟ لا ولا شي. منار وقعت الورد، رح جيبها قبل ما ياخدوها الولاد، رح أعطيهم لأمه. مراد بشو عم تفكر؟ مراد حبيبي شو صاير لك؟ أمي متذكرة جوليا بنت العم حسين؟ ايه بحارتنا القديمة بتذكرها. هالبنت كتير حظها قليل، الله يعينها. طيب انت بتعرفي شي عنها؟ لا، بعد ما التغى عرسها الله أعلم لوين السيد حسين أخدها. طيب حدا بيعرف؟ رح أسأل، يمكن لاقي حدا من الحارة بيعرف شي. اسمعوا يا أولاد، الإنسان القوي مو الإنسان اللي بيضرب، القوي قوي بأخلاقه. كان يا ما كان، كان في مدينة اسمها المحبة شبابها كلهم فرسان قوايا، ومرة قرر فرسان مدينة كان اسمها مدينة الحقد والكراهية يستولوا عليها، وما قدروا بأي طريقة إنه يحتلوا هالمدينة. قام صاروا يفكروا بشي خطة ليقدروا يقضوا عليها، وفي واحد سيء كان اسمه منافق، وكانت شغلته ينشر الفتنة بين الناس. صار يمشي بالشارع ويدق على صدره، اتركوا هالقصة علي أنا. بس الناس بالمدينة استهونوا فيه وقالوا له هلا أنت يلي بدك تحلها. ايه وبعدين شو صار؟ يعني ما تقاتلوا؟ راح الزلم المنافق وقدر يفوت على مدينة المحبة. أول شي عمله وتعرف على فرسان المدينة وبلش يوقع بيناتهم واحد ورا واحد، حتى الفرسان الأبطال قدر هذا المنافق إنه يخرب علاقتهم ببعضهم، وبلش الكل يتقاتل. والمنافق مبسوط وعم يراقبهم من بعيد، وهو كل يوم عم يوقع بيناتهم أكثر، والمدينة كانت عم تخسر كل يوم أكثر من 20 مصارع. طيب وشو صار بعدين؟ قدروا يغلبوه؟ مراد رجب تلعبوا معي بالدحن؟ رجب يلا يلا نلعب دحن، بدنا نخسر كيناوي ونشلحوا كل دحلاته. يلا يلا قوم بسرعة.
يا ولد شت يا ولد وقع الدحله يسلمه دياتك. مراد كنان كيفك؟ مبروك على طلعتك. تسلم. عزمك عشاي بصير؟ غيرت محلك؟ هلأ بتعرف. يلا يعني تبت هلأ؟ يعني على القليلة قررت. الله يهدينا. المعلم هون؟ جوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمي. إن شاء الله خير. شو اللي مقعدك هون؟ هو بالعادة محل ما بتكون ما بيكون في خير. كنان عم تشوف جوليا أو رجب شي؟ جوليا ما بعرف، ونصيحة مني لا تقرب على رجب. ليش؟ بعد ما طلع من السجن دور عليك وما وقف تدوير لعرف إنك مسجون. فهمت؟ فهمت. أنا عم دور عليه، اشتقت له عادي. لا تغلط يا مراد، رجب رح يقتلك أكيد. ليش عم تنبهه؟ مو جنابه عنده ذنوب كتيرة؟ زرعته ما عم تحصد، كنت عم تسرق وتسطي على كل البيوت، أو تركت جوليا المسكينة وفضحت الزلمة فوقها. بقى شو متوقع من كل هالشي؟ ها؟ لو ما كفلك مراد صدقني ما كنت رح دينك ولا ليرة أخي رجب، أو لأنك تجوزت رح أعطيك هدول. شكراً. طبعاً بتعرف شو رح يصير لك إذا ما رجعوا كل المصاري بوقتهم. أيامك؟ إيه والله. شو مشان الدين؟ دين سليمان صار جاهز على الليرة. هدول كلهم؟ إيه على الليبرا. هي 2000. أصلي والله. حلو. مراد فهمني منلك كل هالمصاري. واحد من رفقاتي أعطاني إياهم وهلأ عم شغلهم. يلا. شكلهم ما رح يلحقوا يشتغلوا أبدا. عشرة أيام بس. يا ويلك إذا ما بتدفع. وقول لمراد الكلب إنه سليمان رح يحرقك يا كلب. مراد. رجب. شو؟ شو عم تعمل؟ ولا رح رجعهم، رح رجع لك اياهم دبل. شو بدي اعمل هلا؟ كيف بدي اجيب له مصاري؟ انت هدي شوي، انا عندي طريقة. ما في ضمانة. السيارات اللي جابوها مو منيحة ابدا. ليش بتضلك تسأل؟ فيها مصاري كتير. وبعدها شو رح تعمل؟ رح تتزوج وهيك بيعطيك العم حسين. مراد لا تجنني. اعمل هالشي اثنيناتنا بنرتاح وبتتزوج. انا مالي غايه من هاد الشي، يعني رح تستفيد لحالك. والله اذا بيصير لي اي شي بسببك
وحياتك رح أقتلك. ابني فخار يكسر بعضه، تركه لا تتدخل. رجب وين ساكن هلأ؟ عندك رقمه؟ شبك فهم علي يا زلمي؟ عم أقلك إنه الزلمي ناوي لك، ما بدي إياك تبتلى، ما رح أخبرك. طيب أنا عندي حل، أنت جيبه لهون الساعة 3 وأنت كمان تعا، لأنه إذا كنت هون غير تمام؟ هيك كتير منيح. بكرة على 3 إن شاء الله نعيما سلفا عمي شفيق. يلا السلام عليكم. مراد، مراد أنت مصر؟ مراد أنت ما دخلك فيني. بس هدول أماني، لو كانوا هالمصاري إلي ما كنت زعلت. لكن لا تتدخل، انقلع من وشي. رجب ناوي يقتلك. لا تحرجيني، هذا دكان جوزي وأنا حرة فيه. شو عم بصير هون؟ منيح اجيت مراد، خلصني من هالقصة بقى. مراد بتفهم هالزلمة انه ما يتدخل فيني احسن له؟ مصرة تستلم الحسابات هون، قل لي شو بدي اعمل؟ انت شو دخلك بهالقصة اه؟ يعني ليش داير وعم تركز على الحساب؟ استغفر الله العظيم. سونا روق عم ابراهيم، خلص انا بحلها. سونا فلت ايدي. روحي يا مراد، عيب عليك. العي. مراد العي لبرا. مراد العي. كيف لسه عندك جرأة تواجهيني؟ شو بدك؟ بدي حقي معلم مراد. انت مجنونة، عم قلك بعدي عني وعن المحل. الفرن مو كان أمانة؟ هيك الناس بتعمل بالأمانة؟ لا تدور على حجج مراد، انت مثلي بالضبط. انسى، أساساً أنا هون مشان قلك شي تاني. رأفت. شو بو رأفت؟ ما بيكفيكي خليتيهن ياخدوا مني للصبي؟ أنا بقدر خليه يرجع، بس إذا بدي. إذا بدك بقدر قلن أني فهمت غلط، يعني بقدر رجع لك الولد. حلي عني يا حلي. تصطفل مراد، أنا عملت اللي علي. مروة، مروة استني بس اسمعيني شوي. بدي روح البيت. اسمعي بس. ما في ضرورة تشرح لي شي، بس خليني أحكي لك عن حالي شوي. ليكي عن جد بعدين رح تفهميني. مين هادي اللي قالك إنه بدي أفهم وما عم انتظر أي جواب؟ لا بعرف إنك ما عم تستني. رأفت. شو بو؟ اليوم في جلسة اجتماع للشهود. ومين خبرك؟ قالوا لي اليوم استدعوا الدكتور يلي كان عم بيعالجه. طيب ليش شهود؟ ولا تسألني أبداً، لأنه في ناس تانية بتقدر تروح وتسألها. إذا بدك بقدر أقول إني فهمت الموضوع غلط. سونا رأفت. مرحبا. أهلين. بدي أحكي مع المدير. لحظة بس. يلا بسرعة. تفضلي. مسكتك يا الله، بطلوا تلعب. تلعبوا مباراة والطابة؟ ناخد طابة رأفت. هات عيننا طابتك. لعبوني معكم. انت بتقعد برا وبتستنى. بس انا بدي العب معكم. هاتوا خلصنا. ما في طابة، هاتوها بعد هيك. اعطوني اياها، اعطوني الطابة، رجعوها زيك. هو الحق. لا خد. رح تاخذنا على البيت؟ رح اخذك.
بس يعرفوا الحقيقة بيرجعوا ليك. أصلاً بيعرفوا كل شيء، إذا بتودعوا بيكون أحسن إلك وإله. أنت واحدة تافهة وحقيرة وقليلة أدب شيني كمان. أنا بفرجيكي يا تافهة، حرامي وصاحب طوابع وعم تتقوى، ولكن يلا. أنت واحد ما عندك لا ضمير ولا أخلاق أصلاً. يا كذابة رأفت قدامي لشو؟ رأفت اتركني رأفت، خطوا الطابة وخلصوني. يلا اطلع لشوف. يلا يلا خلصني رأفت. لك امشي، ما بدي اشوفك مرة تانية بهالمكان. الله يخليك يا هادية، يسلم. مراد شو صاير معك؟ أهلين أمي. وبعدين معك يا ابني، شو يلي عم بيصير معك؟ شو بدي قلك يا أمي، رأفت راح لأنه سونا قالت للمدير أني عم بضرب الولد. ولا لقيت لا جوليا ولا رجب ولا مروة. مين هي مروة؟ ما حدا. شو هي فاتورة لازم أدفعها؟ من الصبح وأنت عم تسأل عن جوليا، لهيك اتصلت بكم واحد وآخر الشيء لقيت واحد بيعرف وين هي وشو عم تساوي. أنا عن جد ما بعرف شو بدي قلك يا أمي. يا ابني أنت شو ما كنت عامل معها لازم أنك تصلحه بسرعة، لأنه هاي البنت إلا دين معك ورح ترتاح كتير بعد هالشي. جوليا جوليا انقلعي يا مراد. لحظة قلي شو بدك. في شي بدي احكي لك اياه، اسمعيني واذا ما عجبك بعدين قلعيني. مشان رجب. عود العم حسين هون؟ جوا عم يرتاح، مرضان كتير. شو بو؟ خير؟ لساته من هداك اليوم هو هيك. الله يهنيهم، مبروك. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا شكرا. مبروك. شكرا. إن شاء الله تشوفوا أيام حلوة. الله يهنيكم لبعض. يا الله مع أحلاهم. شوفي العمى شو جاب الشرطة؟ بعده شوي لو سمحتوا. شوي شو عم يصير؟ ليش الشرطة هون؟ والله أبصر شو عامل. رح تجي معنا. لوين رايح؟ أنا ما قلت لك إني لقيت طريقة رجع فيها رأفت على البيت. إن شاء الله إن شاء الله. اللي شو بدك؟ أنت في شي لازم تعرفيه يا جوليا، الحقيقة لازم الكل يعرف بهالشي. وقت أخذوا رجب هداك اليوم ما كان له علاقة. إذا ما كان له علاقة لكن مين هو اللي دخله؟ تعرفي. هاي مراد. يا مراد السلام عليكم. وعليكم السلام. اشتقنا لك يا زلمة، كيفك؟ والله الحمد لله تمام، كل الأمور بخير. ما بدي اياك تقرب على مراد، هالشي بيني وبينك وهالمكان لإلي.
الزلمي خلاص تاب وصفى نيته. وانت عن جد صدقته؟ لو ما تاب ليش حتى يدور عليك؟ مرحبا. أهلين. أهلين خالي مروان. سلموا حجي. أيوة. كيفك يا عمو؟ هلا خلصوا كل الألعاب يلي معنا. حاجة بقى. المرة الجاية منجيب لكم أكتر. وحاجولي. لا تجيب اسمع لسانك. أنا رحت وحكيت معها. شو عملت؟ مراد. أنا قلت لها. رجب. شو عم تساوي؟ أنت لا تتدخل. رجب بجيب الشرطة. جيبها. أنت جنيت شي؟ إيه جنيت. شو السبب اللي جننك؟ ما حبيت أقاطعك لأنك كنتي مع رفيقك. أي رفيق قصدك؟ شفتكن واقفين مع بعض قدام المشفى. فاهم علي، إذا رح تقرب من بنتي رح يكون آخر يوم بحياتك. سيدي شوف، أنا عم حاول بلش حياة جديدة، إذا صدقتني أو ما صدقتني أنا ما رح أتراجع عن هذا الطريق. متأكد أني رح صير إنسان منيح بإذن الله. شو ما بدك تصير صير، بس بعد عن بنتي. اوعى تخلي حدا يطلع، الرواتب انسرقت من المكتب، الشرطة جاي. إذا أنتوا واثقين من حالكن تجرأوا واعملوا اللي عملوا. أنا أول مرة بشوف الملف، والشهود يلي عنا بالقضية معروفين. عنا ست بيت اسمها سونا، وعنا إفادة موقعة من الدكتور، وعنا محاضر الشرطة. ما عاد قبلوا يرجعوا لي إياه. هنن رفضوا أنهم يعطوك رأفت لأنك صاحب سوابق. أنا ما دخلني. خرسي وستي حلقك. اوعى بقى مرة تانية شوفك هون وليه. طلعي من حياتي انقلعي. شو رجب؟ قلي وين بدك تروح؟ عالهفا. اوعى تفكرنا معفنين. ليش عم تفتري علي؟ لانه نحن كلنا متذكرين انك انت كنت عاملها من قبل، وما حدا عم يفتري. انا متذكر منين. انتو كلكن مفكرين انه انا الحرامي.